خليك في حالك، خليك في حالك ومالكش دعوة برزق حد، مش هتاخد رزق حد، لأن اللي بيوسع الأرزاق المولى سبحانه وتعالى. خليك في حالك، اللي يتجوز يتجوز، واللي يطلق يطلق، واللي ينجح ينجح، واللي يفشل يفشل، كله مكتوب عند ربنا. مفيش حد في الدنيا بياخد رزق حد، مفيش حد أبدا يقوم الصبح بدري من النوم عشان ياخد رزق حد. اللي بيجتهد وبيسعى وبيشتغل في الحلال ربنا بيكرمه. خليك دايما في حالك. الغيرة والحسد والحقد أصبح بقى فاش قوي قوي في المجتمع المصري. خليك في حالك وما تدمرش غيرك، وما تلقيش بالتهم على حد، وما تسقش لغيرك، لأن الرزق مكتوب عند ربنا، سواء للفاشل قبل الناجح، ولكن لكل مجتهد نصيب. مفيش حد بيتعب الا ما بياخد الجزاء بتاعه وبياخد اللي ربنا كاتبه له. خليك في حالك، الرزق مكتوب عند ربنا، النجاح والفشل برضه مكتوب، والمجتهد ربنا بيكرمه. خليك ما تأثرش على سمعة حد، وتضايق حد، وتسيء لحد، لان في الاخر ربنا مش هيسيبك. ربنا في فوق الكون عالم بكل حاجة وشايف كل حاجة. ربنا كاتب لنا امتى بنتولد وامتى هنموت، وامتى هنسعى للرزق، وامتى هنجني الخير والشر. الشر مش من عند ربنا، الشر مننا احنا، احنا اللي بنصنعه بأنفسنا. للأسف الشديد احنا بقينا وحشين مع بعض، وبقينا سيئين جدا على بعض. الناجح أصبح دلوقتي بقى وصمة عار، وصمة عار عشان نجح، وصمة عار عشان اجتهد، وصمة عار علشان قدر يرفع من أسرته وشأنها وشخصيته. عشان بينجح بقى للأسف الشديد مهدد هو وأسرته هو وحياته. ليه؟ عشان ناجح. للأسف الشديد بقى هو ده الوضع الحالي. عشان كده عايز أقول للناس كلها، هنبقى كلنا فاشلين؟ لأ، اللي بينجح ده اجتهد وتعب، سواء بالواسطة أو سواء بجهده برضو ربنا كاتبهوله. علشان كده بقول لحضراتكم حاجة مهمة جدا جدا في أول حلقتنا النهاردة، خليك في حالك. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكل أعزائنا المشاهدين، حلقة جديدة من برنامج صائد النجوم، حلقة جديدة ومميزة كالعادة. أتمنى النهاردة إن شاء الله تكون حلقة مميزة بالفكر الجديد أو بالشكل الجديد اللي هنكون معاكم فيه. أعلننا طبعاً منذ أسبوع عن مراسلين جدد لبرنامج صائد النجوم عشان نقدر نوسع القاعدة بشكل كبير. صائد النجوم مش هيبقى بس قائم على البراعم والناشئين، ولكن السنة الجديدة أكيد هتحمل لنا الخير إن شاء الله فيما هو قادم. ولكن عنوان حلقتنا النهاردة شباب مصر. شباب مصر للأسف الشديد مهدد. يعني إيه مهدد؟ قطاع الرياضة في مصر قطاع من زمان جدا، واحنا بنتكلم على قطاع البراعم والناشئين ومنتخب، ونبني ونعمر ونعمل ونتعب ونجتهد ونشتغل، وعندنا مدربين قطاعات البراعم والناشئين بتشتغل على نفسها كويس جدا. ولكن للاسف الشديد ايه الفايده ان انا اشتغل واتعب واجتهد وفي الاخر الاقي منظومه فيها سوس، الاقي منظومه ضعيفه. الاتحادات الافريقيه اللي موجوده دلوقتي سواء المغربي او كل الاتحادات اللي موجوده التونسي، الناس دي كلها خايفة على بلادها، الناس دي كلها خايفة على الرياضة عندها، الناس دي كلها كلمتها قوية جدا وكلمتها مسموعة في الاتحاد. أنا عايز أعرف إحنا ليه رحنا بطولة منتخب الشباب، أملنا ولادنا اللي عمالين نجتهد عشان نصنع جيل وعشان نقول عندنا منتخب قوي نقدر ننافس فيه البطولات. إزاي هيبقى عندي منتخب قوي أنافس فيه البطولات وأنا عندي 21 لعيب موجودين في تونس، موجودين هناك شمال أفريقيا عشان البطولة الأفريقية اللي بتقام، ولتاني مباراة على التوالي النهاردة يتم احتساب النتيجة انسحاب ضد تونس. ليه؟ عشان عندي 14 لعيب أو يمكن أكثر بما فيهم طبعا المدرب المدير الفني كابتن ربيع ياسين برضو مصاب بكورونا. هو سؤال هنا، يعني أصل احنا عندنا عقل بنفكر بيه. أي دول متقدمة، أي دول عندها فكر، خدوا بالكم من الكلام عشان ما يترجمش غلط، خدوا بالكم من الكلام عشان ما يترجمش غلط. الرئيس عبد الفتاح السيسي لما جه يتكلم على الرياضة اداها للشعب واداها للوزارة واداها لينا كلنا
بشكل كبير، اشتغلوا فيها واشتغلوا في مؤسساتها وطوروا واستثمروا بشكل كبير. يجي وزير الشباب والرياضة يطبق ده كويس قوي ويبدأ يدي تعليماته، يا فلان اعمل، يا فلان سوي، يا مركز شباب، يا نادي، تبدأ الناس تاخد الكلام ده وتبدأ تشتغل. بس التطبيق غلط. اللجنة الخماسية اللي موجودة عندنا، لما كنا نفتكر زمان أيام المرحوم عبد الأحد جمال الدين لما كان بيقعد في الاستاد، أو الوزير عبد المنعم عمارة، الناس اللي كانت بتقعد في الاستاد دي، وكانت لما تيجي تسلم جوائز في المنصة تحت في الاستاد كان في احترام. ما كناش بنلاقي رئيس الاتحاد يقف على المنصة يسلم على لعيبة ولعيبة تانية لأ، يختار ناس معينة يضحك في وشها وناس تانية يبوز في وشها. هو إيه ده؟ هو أنت جاي منين؟ هو الناس دي بتعمل إيه؟ هو الرياضة في مصر شكلها رايحة فين؟ 14 لعيب عندهم كورونا، هم ماشيين من هنا اتعادوا هناك، ولا هم هنا كانوا تعبانين اصلا بالكورونا؟ 14 لعيب ده حاجه كبيره ما بتحصلش، ولا هو تلاعب جوه المنظومه في الاتحاد الافريقي؟ لو تلاعب يبقى فشل كبير جدا في الاتحاد المصري. يعني ايه فشل كبير؟ فشل كبير ان انت مالكش صوت يا فندم، ان صوتك ضعيف يا فندم جوه الاتحاد الافريقي، ودي طبعا مصيبه كبيره جدا. النهاردة الناس اللي بتحط أسماءها عشان ترقص الاتحاد هي كانت امبارح بتستضيف معالي الوزير في مداخلة تليفونية كبيرة على موضوع منتخب الناشئين. سيادة الوزير هو أقرب واحد للسن ده لأنه بيتعامل معاه فسيولوجيا، وراجل طبعا أكاديمي، يعني وزير طبعا سيادة الوزير أشرف صبحي راجل أكاديمي ودارس وفاهم تكوين اللعيبة دي ومدى التأثير عليهم دلوقتي هناك في شمال أفريقيا في البطولة، وطبعا بالسلبية الكبيرة اللي هم عايشينها دلوقتي والهزائم الغير مبررة نفسويا أو نفسيا والغير مبررة عليهم بسبب النتائج اللي للأسف الشديد ما نزلوش يلعبوا كورة. هل ولادنا منبوذين هناك؟ مش منبوذين، بس إحساسهم الداخلي إن هم غير مرغوب فيهم هناك. أيوة طبعا، مسافر طيران وحجز وسفر ورحلات ورايحين وجايين، وفي الآخر جينا. لو احنا كنا العدة وخسرنا ده وارد ما فيهاش مشكلة، لكن انا اروح ويتقال عليا هناك ان انا ب 14 لعيب او 14 كورونا، طب سافروا ازاي؟ الطبيعي في ظل الجائحة اللي احنا فيها دلوقتي اي واحد بيسافر اي دولة، انا كمواطن عادي بروح وزارة الصحة وبعمل تحليل كورونا، لو عندي حاجة كورونا مش هخش المطار، مش هدخل المطار. لكن ده احنا بنخش المطار قبليها بنعمل التحليل وبعد كده بنروح. الدولة اللي احنا نازلين فيها وانت نازل ما عندهمش ثقة فينا، عارفين ليه؟ لدرجة ان هم ممكن يقولك ايه، المصريين دول ناصحين شوية بتوع فهلوة، يعني ممكن يجيب التحليل ده يضرب فيه مثلا 200 جنيه ويجيبه هو ما راحش اصلا حل. ما عندهمش ثقة للأسف الشديد، واحنا اللي بنينا الصورة دي للناس التانية او للدول التانية، شعب فهلوي. فيعملوا ايه بقى الدول التانية؟ يستنوك في المطار، اهلا وسهلا الحمد لله على السلامة، خش على التحليل ويتعمل لك تحليل في قلب المطار وما تخرجش من المطار الا لما تكون النتيجة كويسة. هو ايه الجنان ده؟ الناس بتعمل لنا تحليل واحنا لسه جايين وعاملين تحليل في مصر؟ ايوه، ما ممكن الطيارة يكون فيها وباء، ممكن تكون انت راجل مصري فهلاوي ضحكت علينا احنا هنا ودخلت من الباب الوزارة من الباب ده وطلعت من الباب ده وقبضت وبتاع، عادي يعني ما تستغربوش، ده عادية جدا يعني. وتيجي في الاخر تروح هناك تنقل لهم العدوى. هناك الدول ماشيه كده، نظام كده، قوانين صارمه. طبقوا القوانين هناك واللعيبه كل يوم يطلع علينا الاعلام الجاهز بقى والاعلام اللي هو ايه، الناس اللي مخها كبير قوي قوي ما شاء الله عليهم، وكل يوم يطلعوا بتويته، كل يوم يطلعوا اتنين ايجابي اتنين سلبي اتنين ايجابي اتنين سلبي. الناس دي اللي بتطلع علينا في الاعلام تلات أربع أيام هتلاقيهم قاعدين في الكراسي بتاعت الاتحاد. يا سيادة الوزير المحترم اللي أنا بعزك وبحترمك جدا جدا على المستوى الشخصي والمستوى العملي، حضرتك النهاردة احنا عايزين نشوف قيادات داخل الاتحاد المصري، مش الوجوه اللي بنشوفها كل يوم في التلفزيون، محللين في الاستديو التحليلي، وافتح الراديو FM موجود واروح انام بالليل احلم بيه، ما هو انا طول النهار شايفه، ما هو انا بيذيع مباريات، بيطلع في التلفزيون يحلل واستديوهات تحليلية واف ام، ابص الاقيه في الاتحاد، ده كارثة. كارثة ليه؟ كارثة ايا كانت الكفاءات، بسم الله ما شاء الله احنا العدد بتاعنا اكتر دولة عربية فيها تعداد سكاني هي مصر، خلينا نكون واقعيين.
ليه ما عندي، ليه ما فيش غير هم 15 20 واحد اللي في الدايره، سواء اعلاميين او مدربين في الدوري الممتاز؟ ليه دايما احنا شغالين على الجزئيه دي؟ ما نجيب بقى، طالما القياده العسكريه هي القياده او هي المؤسسه الوحيده في مصر اللي شغاله قويه، طب ما نجيب لواء يمسك الاتحاد المصري عشان يمشيه على عجيب ما يلخبطوش، يروح جايب اتنين من الرياضه ويشغلهم تحت ايده، واحد زائد واحد يساوي اتنين. مش ان انا بقى خلاص الاتحاد المصري هيبقى لجنه مؤقته، واجيب واحد رئيس الاتحاد يقف في المنصه حاطط الورده الحمراء في جيبه وعمال يسلم ويبوس ويحضن، ايه اللي احنا فيه ده؟ لا سياده الوزير، انت حضرتك شخصيه كبيره جدا ومحترمه جدا والكل بيحترمك في رؤساء الانديه، خلونا نبدا. اذا كان الفيفا بعت لينا ان احنا يبقى عندنا شكل جديد في الاتحاد المصري، خلونا بقى نبعد شويه عن الناس اللي هم بصراحة تعبنا منهم في التلفزيون أو تعبنا منهم في التحليلات أو الكلام ده كله. الناس دي خليها نتعلم منهم التحليل والكورة، لكن القوانين في الاتحاد المصري محتاجة قبل ما تكون أنت لعيب كورة محتاجة تكون أنت شخصية، أشوفك من على بعد كده أديك تعظيم سلام، أشوفك من على بعد يبقى فيه هيبة، لكن أنا ما أشوفكش من على بعد كده تيجي تقول لي يلا تعالى نتصور سيلفي أو تشيلني تحضني بعد المباراة أو نجري ورا بعض، مش هي دي الروح الفانيلا او هي دي الروح المصريه. لا، القيادي معروف بالهبه بتاعته ايا كان. فانا بطالب ان يكون للاتحاد المصري شخصيه قويه، حتى لو شخصيه عسكريه هحترمها واديها كل التقدير والاحترام، طالما احنا ما بنمشيش غير بالاسلوب اللي هو الالتزام. وعلى فكره ده كويس جدا ان كل انسان النهارده يعرف التزامه ايه او يشتغل بيه، ده كويس جدا، ودي حاجه كل الدول كلها بتمشي بيها، اذا كانت قوانين وقوانين صارمه والنجاح ما بيجيش الا من الالتزام. حبيت اتكلم على منتخب الشباب للاسف الشديد اللي بيعيش حياه يعني سيئه جدا جدا، ان ابهاتهم واهاليهم واصحابهم والكل قلقان عليهم كورونا في الوقت ده. هل يا عالم هم تعبانين بكورونا ولا هل يا عالم في لعب جوه الاتحاد؟ واعتقد ان الاثنين مشتركين في خط واحد ما بين التلاعب وما بين ان في كورونا. اشمعنى المنتخب المصري الوحيد هو اللي جاله كورونا بالعدد ده، واشمعنى هو ده؟ طالما ما فيش رغبه في الاول وطالما ما فيش قوه في الاتحاد المصري ان هو يوصل لهناك او ان هو في تواصل، مع احترامي الشديد للوزير اللي بيشتغل تليفوناته واتصالات، ولكن حياه ولادنا اهم من 100 كوره. اعزائي المشاهدين، معانا ضيف النهارده محترم جدا، مفاجاه ما اعلناش قبل الحلقه عنه لان حبينا النهارده، عنده اسرار كتير جدا جدا داخل نادي الزمالك والمستشار مرتضى منصور، هنتكلم فيها النهارده بقوه، وعندنا ايضا مفاجآت لكل اعزائنا المشاهدين. هنطلع فاصل بسيط، كنا في نادي زد وكان في مباراه ما بين نادي البطل الاولمبي اللي بيمثل طفره كبيره جدا في الرياضه المصريه هذا العام، واستقطابه لكابتن عادل ابو جريشه ليكون مشرفا في القطاع حاجه كبيره جدا طبعا، لان القطاع بيرقصه جمال بيه العقاد ودكتور يحيى فارس والكابتن سيد رياض المشرف العام على القطاع، حاجه كبيره جدا وحاجه محترمه، وعدد هائل جدا جدا من الفرق واللعيبه، وكمان واقعين في مجموعه قويه جدا نادي البطل الاولمبي، وكان عندهم مباراه مع نادي زد. نادي زد النهارده طفره كبيره في الرياضه المصريه، معانا لقاءات مع المهندس ايهاب لهيطه وكابتن علاء نبيل رئيس القطاع وكابتن هشام حنفي. نطلع فاصل بسيط مع حضراتكم ونستقبل ضيفنا الكريم. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك.
كابتن علي نبيل، طبعا حضرتك بالتخصص وتاريخ كبير جدا جدا في الملاعب المصريه، وكمان ايضا غير كلاعب كمان حضرتك الحاصل على لقب افضل واحسن رئيس قطاع ناشئين، خرجت مدرسه كبيره جدا جدا لنادي المقاولين، افرزت لاعبين قطاعات الناشئين، كمان استقطاب نادي زد لحضرتك والفكره القائمه، واستقطابك ايضا لمدربين كبيره جدا في جميع انديه مصر ليقودوا مرحله كبيره لنصنع تاريخ جديد لمدارس الناشئين في مصر اللي اكيد انديه مصر بتفتقدها كتير جدا جدا، وبتكلف الانديه باموال طائله لاستقطابهم للعيب اجانب، وكمان اللعيبه بتاعه الانديه نفسها كمان ما بتستفادش بيها الفريق الاول. وطبعا بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضرتك في وجودك في النادي عندنا. احنا طبعا لما تيجي تشتغل بتشوف انت كراجل هتتولى المسؤوليه، بتقعد مع الاداره وبتشوف ايه الهدف او ايه الفكره اللي على اساسها استقطبوك وتعاقدوا معاك. هم لما قعدوا معايا قالوا احنا فكرتنا ان احنا عايزين اهتمامنا الاول والاخير بقطاع الناشئين. احنا في توأمة مع نادي بروسيا دورتموند الالماني، في استراتيجيه المانيه مصريه بتنفذ بتنفيذ مصر هنا. الاهتمام بالناشئين مش جاي من فراغ، الاهتمام بالناشئين جاي لان الواقع بيقول ان احنا حصل لنا الفتره اللي فاتت دروب في المواهب. تمام. عدم الاهتمام بالناشئين، ارتفاع الاسعار المبالغ فيه جدا، المظهر السيء اللي احنا ظهرنا بيه في امم افريقيا في اللي فاتت، كلام مهم جدا. كل دي عوامل خلت المسؤولين عن المنظومه في مصر، طبعا برئاسه المهندس نجيب ساويرس والسيد المحترم منسي ساويرس، قال لك احنا عايزين نعمل حاجه لبلدنا، عايزين نعمل حاجه للرياضه في مصر، ان احنا نهتم بالناشئين. في عندنا اعداد كبيره جدا، بس اللي يهتم بقى بفكر معين، بتعليم معين، بتدريبات معينه، بعين معينه، تمام، بتفرق. قعدت معاهم، بدانا ننفذ السياسه، بدانا نشوف الفرق اللي احنا هنكونها ونشتغل عليها. من شهر، من تقريبا انا التعاقد كان نص سبعة تقريبا، من بعد التعاقد ب10 ايام كنت شغال، شفت حوالي اكتر من 4600 لعيب. عايزين نقول النادي زد ممكن المرحله اللي جايه نلاقي صرح كبير جدا جدا، النادي زد ممكن يبقى ليه قاعده كبيره ليس فقط في مصر، الوطن العربي، ممكن بشكل كبير الفتره اللي جايه. دي حقيقه، دي حقيقه. يعني في ناس بتقول النادي اتولد عملاق او كبير. حضرتك عملت طفره. لا مش انا لوحدي والله، لا والله. الطفره الفنيه لاستقطاب النجوم الكبار دول يكونوا موجودين دي برضه تدي شكل كبير. النجوم اللي موجوده والناس المسؤوله عن النادي بصراحه فكروا هدف جميل جدا، هدف صح. الناس برضه خلي بالك لما الناس بتبتدي تيجي بتجيب الناس على برضه اولياء الامر، بيجيب ابنه في حته بيبقى دارس الحته، هو موديه فين؟ بالظبط. انا مودي ابني فين؟ بالظبط. ما فيش حد خلاص بقى دلوقتي، الناس كلها بتفكر والناس بتشوف. ده كرم من عند ربنا طبعا، وبنتمنى ان المشروع ينجح ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. كابتن هشام حنفي نائب رئيس قطاع الناشئين في نادي زد رحب بيه النهارده معانا، اهلا وسهلا بيك كابتن هشام. اهلا بيك كابتن، ازيك حبيبي؟ الله يخليك كابتن هشام، صاحب الابتسامه الجميله والروح الجميله، واستقباله لينا النهارده اخلاقيا قبل ما يكون رياضيا، انا بشكرك شكرا جزيلا. متشرف بيك كابتن دايما، ربنا يخليك كابتن. يعني اكيد سعيد بتواجدك موجود معانا هنا، ان شاء الله وانا ابقى معاك دي حاجه تشرف لي. اكيد شرف لينا كابتن هشام. كابتن هشام طبعا حضرتك عارف مرينا بظروف كبيره جدا جدا في الانديه المصريه، حضرتك كنت طبعا موجود في نادي الاهلي اكبر الانديه الافريقيه وليس المصريه فقط. قطاعات الناشئين في الانديه عموما للاسف الشديد ما بقاش الفريق الاول بيستفاد منها الاستفاده الكامله، عكس ما كان الاول ابن النادي بيطلع تدريجيا بيتصاعد للفريق الاول. سببها الاول ما فيش شك ان لغه المال هي اللي بتتحكم دلوقتي. تمام. خلاص يعني انت شايف الكوره ثانيه بتيجي عندنا. لغه المال بقت هي خلاص متحكمه في السوق العالمي كله، فبالتالي بقيت انت زيهم خلاص. يعني احنا ما بقاش عندنا دلوقتي اهتمام بالناشئين زي زمان. زمان كان المفروض اللي بيلعب في النادي ولاد النادي، يعني باستثناء مثلا لاعب بتشتريه او اثنين على الاقصر يعني. لكن دلوقتي كل فرقه بتنافس، او كل فرقه عايز يبقى ليها تواجد بشكل قوي، بتبقى محتاجه اللعيبه الجاهزه اللي لسه جاي خلاص لبطوله خلاص.
رجعت لحضراتكم طبعا مع مستشارنا المستشار لطفي فياض في لقاء مهم جدا ولقاء قوي في برنامج صائد النجوم عن خلفيات ما يدور حاليا دلوقتي او الفتره الاخيره طبعا من بعد الامور اللي حصلت في نادي الزمالك وما حدث في نادي الزمالك الفتره الماضيه. وايضا هنتكلم في موضوع الدوري والدوري الممتاز، وهل هو فعلا دوري هيبقى قوي هذا الموسم؟ وطبعا زي ما بدأ مش عايزين نتنبأ من هو بطل دوري الموسم 2021 2021. البطولات طبعا بدأ فيه قوية جدا. برحب مع حضراتكم النهاردة بالمستشار لطفي فياض مدير الكرة بنادي منشية نصر. أهلا وسهلا بك مع المستشار. أهلا وسهلا بك كابتن حاتم، وأهلا وسهلا بالسادة المشاهدين. وأحب أنتهز الفرصة وأنا على الهواء مباشرة أقول للشعب المصري كله بل الوطن العربي كله كل سنة وحضراتكم طيبين، مسيحيين ومسلمين. طبعا بنهني جميع الأقطار وليس الوطن العربي فقط، العالم كله أجمع إن شاء الله بإذن الله تكون سنة بقى خير وبداية جديدة. بمناسبة طبعا كلام أستاذ مستشار بسنة جديدة، فيها هيبقى معنا تقرير هيبقى الحلقة الجاية وحضره لنا طبعا الأستاذ وليد الدبراني الفنان العالمي عن 20 شخصية موجودين حاليا مؤثرين جدا جدا في السنة الحالية. هنعرضه ان شاء الله بمناسبه السنه الجديده في الحلقه القادمه، وهيكون معانا كمان ضيوف موجودين وفريق العمل بالكامل هيكون موجود في الاستوديو تكريما ليه ونكرمه على جهده الكبير في صائد النجوم. مع المستشار اهلا بيك. اهلا وسهلا بيك. طبعا الفتره الماضيه يمكن الاعلام ما اعرفش هو عنده توجهات بعدم الحديث في المواضيع ديت، ولكن احنا نتطرق ليها بشكل ايجابي وليس عندنا اي سلبيه في او غضاضه من اي حد. ما حدث في الفترة الأخيرة، هل هتتكلم على الدوري الممتاز؟ نتكلم الأول على مواضيع اللي حدثت والأخبار الحصرية اللي عندك في موضوع الزمالك. أولا يا كابتن حاتم، تكرارا ومرارا الإعلام موحد وفي اتجاه، ما أقدرش أقول إن هو في اتجاه السلبي، ما فيش اتجاهات إيجابية في الإعلام خالص، ما فيش تحليل بوضوح، ما فيش شفافية، ما فيش اعلام رياضي اصلا موجود. اقول لحضرتك على حاجه، الكره في مصر اصلا بتدار بطريقه خطا، اتحاد كره، وزاره، كله بيدار بطريقه خاطئه. مع ان انا بعتز بمعالي الوزير وهو صديق شخصي، الاستاذ دكتور اشرف صبحي، وطبعا كل اعضاء اتحاد كره القدم كلهم اصحابي وكلهم على علاقه كويسه بيهم، ولكن كرة القدم لا تدار بهذه الطريقة نهائيا في مصر. ارجع لمنتخب الشباب يا كابتن حاتم، يعني عشان برضو المشاهد يبقى قاعد فاهم او واخد باله من النقطة دي، هم اصدقائك وكلهم ناس كويسين، طب الخطأ فين؟ الخطأ يا كابتن حاتم النهاردة ان انت بتدير منظومة رياضية في قواعد وقوانين بتحكمك. انت النهاردة بتحكم بالاهواء، انت النهاردة ماشي على حسب هواك. واللجنة الخماسية وما اخذته من اجراءات ومن تعنتات ضد نادي الزمالك وضد النادي وضد المستشار مرتضى منصور، هل هذا قانوني؟ نرجع للوائح ونرجع للقوانين يا كابتن حاتم. كل هذه الاشياء وكل هذه الشوشره واللي حصل كله في الفتره اللي فاتت دي كلها تجاه نادي الزمالك تجاه المستشار مرتضى منصور كلها غير قانونيه يا كابتن حاتم. لا غير قانونيه دي ما نقدرش نتكلم فيها مع المستشار، خلينا برضو نكون صراحة. يعني القانون دي حته ما نقدرش نلعب فيها لان دي قرارات قانونيه. كون ان يكون جهه معينه تدخلت في حته القانون برضو دي مش بتاعتنا. يعني انت حضرتك ممكن تتكلم على اداره كره القدم بالشكل بالطريقه الفنيه او بالطريقه الاداريه، انا معاك نتكلم فيها، لكن الحته القانونيه احنا مش جهه اختصاص، لان احنا مش محكمه او ان احنا مثلا اسم شرطه. حضرتك بتتكلم في الحته القانونيه لان ده شغلك، صح كده؟ ينفع تعاقب شخص، تعاقب نادي في شخص معين؟ ما هو العقاب اللي نزل على نادي الزمالك اتجاه المستشار مرتضى عشان هو اتشال من المكان؟ يبقى انا كده عاقبت النادي؟ ما هو انت لما تشيل رئيس النادي اللي هو القامه، اللي هو انا النهارده وانا لعيب كوره كنت بخاف من المدرب بتاعي، كنت بخاف من رئيس النادي، فكنت بلعب بما يعني ايه كل طاقتي ببذلها في الملعب عشان انا عارف ان في عقاب جاي من رئيس النادي او المدرب بتاعي او المدير الفني بتاعي. النهارده لما ما يكونش في رئيس النادي هو رئيس المنظومه الرياضيه للنادي ككل، يبقى اللعيبه هتادي ازاي وهتلعب ازاي؟ والنهارده الفكر مشتت،
تعالوا النهارده نادي الزمالك النهارده مش عارف يصرف مرتبات للموظفين ولا اللاعبين ولا يجدد عقود. طيب ما هي الناس اللي هي معينه من قبل الدوله او من قبل برضه، والناس دي برضه اللي حاطط اسمها مع المستشار رضا منصور، هو اللي حاطط اسماء الناس دي برضه ان هي تكون تدار العمليه الاداريه جوه النادي سواء خزينه او مرتبات. ده صرح كابتن اشرف قاسم من يومين ان الفلوس بتاعتهم اتصرفت والمكافات اتصرفت. منين بقى اللعيبه مش واخده حقها؟ ومنين يا المستشار في عندهم متاخرات؟ هو عايزين نقول ان هي كانت معنويا شويه ان رئيس النادي يتشال في التوقيت ده، او ده ممكن تكون حاجه معنويه اثرت سلبيا على اللعيبه، انا معاك في ده. ولكن الانديه الكبيره زي الاهلي والزمالك تاثيرهم ان المدرب مش موجود ما بتاثروش معانا المستشار، لعيبه خبرات كبيره. ولا انت حضرتك مش معايا في الموضوع ده؟ لا انا ضدي. انا نادي الزمالك ارجع كده للاعوام السابقه وشوف نادي الزمالك عايز قوي، عايز اللي يكون على راس الجهاز او على راس المنظومه كرئيس نادي، عايز رئيس نادي قوي، مش عايز رئيس نادي ضعيف. هو رئيس النادي من وجهه نظر حضرتك هل هو الشخصيه الصوت والقوه والقانون، ولا هو الشخصيه زي مثلا دكتور كمال درويش؟ اعتقد ان هو كان على ايامه تقريبا لو مسافر بره نادي الزمالك شغال بياخد. الدكتور كمال درويش راجل يعني ايه، راجل تربوي تمام، فكان بيدير المنظومه بشكل صحيح 100% تمام، سواء كان موجود خارج مصر او داخل مصر كويس، كانت المنظومه شغاله كويس كويس. لكن النهارده انا لما يكون عندي لعيبه مستهتره، عندي جهاز فني مستهتر، لازم يكون في على راس المنظومه دي رئيس نادي زي مرتضى منصور، هو اللي يدير الكلام ده كله تمام، هو اللي بيقدر يتحكم في المنظومه كلها. طب انا كان عندي برضو، ما انا برضو هندي مثال برضو عشان الساده المشاهدين اللي موجودين معانا واللي برضو اللي حابب يخش اي مداخلات تحت امركم طبعا. طب احنا عندنا كابتن محمود الخطيب، هو ليه ما بناخدش مثلا من الامثله؟ انا اللي بشوفه بيطلع في الاحاديث الصحفيه. انت بتتكلم عن النادي الاهلي، النادي الاهلي من ايام صالح سليم والنادي الاهلي ماشي على وتيره واحده وعلى منظومه واحده. حلو الكلام ده، بقى اللي انا عايز اقوله، هل لما كمان ايام دكتور كمال درويش ليه ما مشيناش من تحت الدكتور كمال درويش، مشينا كده وكملنا على هذه الوتيره؟ هقول لحضرتك اتفضل. انت لو رجعت كويس ارجع لورا كده وشوف اللعيبه القدماء بتوع نادي الزمالك واللعيبه اللي هم، مش هذكر اسماء، مش عايز اذكر اسماء، كلهم سوس داخل عظم النادي. انت النهارده لما يكون عندك كل واحد عايز يمسك ياخد حته من التورته تمام، واللي ما ياخدش حته من التورته يضرب في التورته كلها يضرب في تمام النادي. تمام. فالنهارده انت عندك ناس مش شغالين من اجل مصلحه النادي، انت عندك ناس شغالين لمصالحهم الشخصيه فعلا تمام. فده اللي فشل نادي الزمالك في المرحله اللي فاتت دي. نادي الزمالك خسر 3 بطولات متتاليين ورا بعض. انت النهارده، والنهارده فريق كره النهارده ما مش هيستعيد قواه نهائيا، لسه قدامه مراحل وشهور عشان يستعيد القوه بتاعته الفنيه والمعنويه والجسمانيه وكله. لا بس ممكن يكون خسر 3 بطولات عشان قوه الفريق المنافس استقرار وفنيا. مش عايزين نقول ايه ان هو خسر بطولات عشان متاثر. لا يا كابتن حاتم والله هو اهلي وزمالك ما فيهاش توقعات. بص يا كابتن حاتم، انت عارف ان احنا كلنا بنحب النادي الاهلي وبنحب لعيبه النادي الاهلي وبنحب الكابتن، وانا بحب الاهلي والزمالك ومصر تمام. والله بنحب جماهير النادي الاهلي بغض النظر. احنا عايزين يكون في منافسه شريفه، احنا مش عايزين يكون في اعلام موحد يا كابتن حاتم. يا ريت والله. الاعلام فيه ايه؟ يا ريت والله. في الاعلام لما يقول عن الاهلي ويقول عن الزمالك هتجرى ايه؟ هل ده هينقص من حق النادي الاهلي؟ بالعكس يا كابتن حاتم، ما خلينا بالعقل بس وخلينا بالمنطق. انت النهارده المنظومه كلها متجهه ناحيه النادي الاهلي وتدمير نادي الزمالك، ليه؟ عايزين نسال مين اللي ورا الموضوعات دي كلها يا كابتن حاتم. طب يعني برضو وضح لي الامور دي شويه، يعني ماشيه ازاي في اتجاه النادي الاهلي؟ تعالى يا كابتن حاتم، الاعلام النهارده بيتكلم عن مين؟ الفتره اللي فاتت دي كلها. أنا الإعلام عن النادي الأهلي وبطولات النادي الأهلي، أنت قبل المباراة يا كابتن بتعرض لي بطولات النادي الأهلي وفوز النادي الأهلي وبتهاجم لي نادي الزمالك ولاعيبة. بص أنا مش هتكلم على قنوات الأندية الاتنين تمام، عشان ما اقولش دي قناة دي كويسة ودي وحشة، لا أنا مش هتكلم، أنا بتكلم على الإعلام عامة مش بتكلم على قناة النادي الأهلي بالظبط، لكن إحنا بنتكلم على الإعلام اللي هو المفروض بيطلع محايد. يعني المفروض النهارده لما بنلاقي قامات كبيره تاريخ كبير جدا جدا في الانديه وتطلع النهارده في اول بدايتها تقول انا محايد، وتلاقيه في الشق بتاعه مفيش محايده، هو ده اللي بيأثر فعلا. عشان انا عايزك تجيب لي اي اعلامي في مصر النهارده من ابناء نادي الزمالك بيدافع عن نادي الزمالك، هات لي واحد بس. طيب كويس قوي. طب انتماء الناس دي راح فين؟ اللي ما بيدافعش عن انتماء الزمالك، معلش يعني انا دلوقتي، ما هو انت بتتكلم على اعلاميين اهلاويه بيتكلموا على انتمائهم،
حتى لو هو باين قدام الناس انه محايد، معروف ان هو بيروح للحته دي غصب عنه، ده انتمائه. طب انا بقى الاعلاميين الزملكاويه هم ليه مش عندهم اللباقه او عندهم الاتجاه ان هو يصنع لنفسه شكل كويس وبناء، بدل ما بيطلع بيهاجم، ودي بتاثر على شعبيته كاعلامي وبتاثر كمان على اسلوبه لمحبينه في النادي الخاص بيهم. هو المستشار مرتضى منصور كان اتخذ اجراءات صارمه بشان اللعيبه القدامى، تمام، اللي وقفوا واللي استبعدوا من العضويه واللي قال ان هو واللي شتموا واللي قال كذا واللي قال كذا، ففي اعداء ما بين اللعيبه القدماء وبين رئيس النادي، وفي اعداء ما بين جماهير النادي الاهلي وما بين رئيس النادي، انما احنا كجماهير وكمتفرجين وكلاعبين لا، احنا بنحب بعض جدا، واحنا كلنا اخوات، واحنا كلنا قرايب، واحنا كلنا نسيج واحد. مش ممكن اي حد يقدر يحاول يفكك هذا النسيج نهائيا على مدار السنوات اللي فاتت ولا السنوات اللي جايه، تمام. لان احنا شعب متماسك. احنا عايزين نقول احنا بس عايزين يعني نبص النادي الزمالك، احنا ما نوقعش منظومه، تمام. النهارده لازم انا معاك طبعا، نادي الزمالك ده لان نادي مصلحه منتخب مصر يا كابتن حاتم في مصلحه وجود نادي الزمالك، وكمان غير المنتخب، الدوري نفسه كمان من غير اهلي وزمالك ما ينفعش. الاثنين قطبي الكره كلها، قطبي الكره، لازم يكون في نادي الزمالك ولازم يكون في النادي الاهلي. انا طبعا ما ينفعش يكون نادي الاهلي بس يا كابتن حاتم، تمام. انا من خلال طبعا المستشار فياض لطفي فياض، انا طبعا بواجه صوتي طبعا للمسؤولين جميعا ان طبعا نادي الزمالك احد قطبي الكره المصريه والافريقيه كمان، نادي عريق ومدرسه كبيره جدا للفن والهندسه، ولكن ايضا لازم يكون في التزام من بعض اللعيبه داخل نادي الزمالك كمان عشان جمهورهم قبل ما يكون لجمهور المنافس. دي مهمه جدا، اخلاقيات اللعيبه معالي المستشار مهمه جدا جدا في الملعب، لان هي بتاثر كتير قوي على مش على الجهاز اللي موجود، بتاثر للاسف الشديد على المنظومه نفسها. ما هو انت النهارده كلاعب داخل المستطيل الاخضر او داخل الملعب يا كابتن حاتم، في عوامل هي اللي بتدفعك ان انت تعمل انفعالات او تعمل حاجات خارجه عن ارادتك. النهارده الجماهير لما تشتم لاعب زي شيكابالا والنهارده اتهم يعني حاجات غريبه الشكل والفاظ بذيئه. طيب احنا معانا اتصال من الامارات، كابتن هشام المهدي طبعا مدير التسويق الشاطر قوي قوي جدا في اكبر مستشفى رياضيه لاصابات اللاعبين في الامارات. اهلا وسهلا بيك كابتن هشام. اهلا وسهلا كابتن حاتم، اهلا وسهلا، برحب على ضيوفك الكرام. انا مش عارف مين اللي معاك. مستشار لطفي فياض، المستشار لطفي فياض رئيس مدير الكره بنادي منشيه نصر. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا سعاده المستشار، اهلا بيك. اهلا وسهلا بيك كابتن هشام. الله يخليك كابتن هشام، كلمني كده. طبعا احنا عارفين ان الدوري لقطاعات البراعم والناشئين في دوله الامارات متوقف طبعا بسبب جائحه كورونا، كلمني اخر التطورات، عايزين نطمن برضو هل احنا هنا في مصر ماشيين بطريق سليم؟ عودة النشاط النهاردة في مصر في ظل جائحة كورونا كمان للبراعم كلها الأسبوع اللي جاي هتبقى متواجدة يوم السبت، عايزين نعرف دولة الإمارات الشقيقة أخبار الرياضة فيها ماشية إزاي؟ ألو؟ ترمو والكل بيمشي عليه. فمن يوم ما اتحط من يوم ما جت كورونا طبعا والدنيا واقفة لحد 18 سنة، القطاعات لحد 18 سنة كله واقف. نزل قرار بس من حوالي اربع ايام ان كل القطاعات هترجع من يوم 15/1، من 14/1 ل 30/3. ده خبر حصري، الدوري هيبدا. خبر حصري لينا ده. الدوري هيبدا، بس هيبدا كابتن نظام مناطق، يعني ابو ظبي لوحديها، دبي والشرق لوحديها، والمنطقه الشرقيه لوحديها، مقسمينها مجموعتين على اساس ان كل مكان على اساس ان كل مكان هيبقى مقفول على نفسه، يعني كل مكان لوحده، تمام. بس وده هيبقى نظام الدوري الشارقه مع دبي، حوالي تقريبا 6 فرق، ومتقسمين بقى ابو ظبي لوحديها 4 فرق، تمام، والمنطقه الشرقيه متقسمه على مجموعتين عشان خاطر عدد الفرق فيها كبير. طيب كابتن هشام، كمان كابتن خبر حصري، لغوا موضوع الاقامه السنويه، ان انت يبقى معاك اقامه سنوي، ايوه، وبتسجل في الانديه. فدلوقتي لو انت جاي زياره وعملت اقامه النهارده ممكن تلعب في اي نادي. طب ده خبر جميل جدا، لان فعلا انت كده فاجئتنا والساده المشاهدين وبالذات كمان الناشئين اللي بيسافروا دلوقتي في الامارات. ولكن عايزين برضو ننوه على حاجه مهمه، انك علشان تسافر الامارات وتلعب هناك في الدوري
عن طريق جهة معينة وليس منك لنفسك كده انك تروح تدور على أندية. كابتن هشام لازم توضح الصورة دي، مهمة جدا. كابتن حاتم، في ناس كتيرة، في لعيبة كتيرة جت عن طريق لعيبة، عن طريق ناس، يعني مش هقول لك ايه اللي حصل معاهم، وفي ناس توفوا من طريق ناس تانية. بس دلوقتي الدنيا مقفولة، يعني انت دلوقتي الدنيا كلها مقفولة، يعني مفيش حد بيتمرن، وبالتالي مفيش لعيبة، اللي هيجي كله مفيش فايدة منه. تمام. فاللي هيبدأ يجي يا كابتن حاتم لازم يجي من جهة متخصصة وموثوق فيها. طب يعني احنا ممكن ان شاء الله باذن الله كده من بعد راس السنه بقى، طبعا كل سنه وانت طيب، هل من بعد راس السنه ان شاء الله في شهر واحد ممكن يبقى في عدد لعيبه ممكن يتوجهوا، او ان شاء الله باذن الله يبقى في تسويق ليهم بشكل كبير في قطاعات الناشئين في الامارات؟ والله يا كابتن حسب تطلبات الانديه، لان الانديه دلوقتي قافله على نفسها اللعيبه الموجوده، وبعدين دلوقتي انت كل مباراه او كل مثلا تمام. رحله ليهم يعملوا فحص كورونا. بالظبط. يعني انت كل اسبوع اللاعب ده عنده مباراه فبيعمل فحص كورونا، ما بينزلش الملعب غير لما بيكون فيه الورقه بتاع الفحص طالعه من وزاره الصحه ومتوثقه في الاتحاد. تمام. تتبعت للاتحاد الكوره عشان خاطر اللاعب ينزل مطمنين عليه. تمام. طيب كابتن هشام، طبعا انا بشكرك شكرا جزيلا على المداخله الهامه دي، وعايزين يبقى في لينك بيننا من بعض كده عشان نقدر نودي لك بقى لعيبه، وان شاء الله تبقى خير باذن الله في الفتره اللي جايه. شكرا ليك طبعا كابتن هشام من الامارات. طبعا خبرين حصريين ان دلوقتي لغوا موضوع ان الاول كان بيقول لك لازم اللعيب يقعد سنه واثنين وثلاثه في الامارات وبعد كده يتعمل له اقامه. دلوقتي اللعيب لو راح قعد ثلاث ايام والنادي محتاجه هيعمل له الاقامه ثاني يوم. ثاني حاجه ودي اهم جدا، ان الدوري عندهم دوري الامارات هيشتغل ان شاء الله باذن الله زي ما كابتن هشام قال في خلال شهر واحد القادم. مستشارنا النادي الاهلي والزمالك بطوله الدوري السنه دي، انا كنت سالتك قبل كده السنه اللي فاتت برضو كانت في بدايه الموسم وقلت لك ان الدوري رايح في السكه الطبيعيه بتاعته، قلت لي لا وحصل وحصلش وفي الاخر راح للسكه المعتاده. شايفه في البدايه السنه دي هل هتبقى السكه المعتاده اللي هنمشي بيها برغم ان الفار جالكو او يعني جه مصر وبرضو مفيش فايده؟ ما هو الفار جاي للنادي الاهلي بس. حلو. النادي الاهلي ما كانش عايز فار ولا كان عايز اي حاجه. النادي الاهلي اكتر الانديه المصريه بيتظلم في التحكيم. بص يا كابتن حاتم، هو النادي الاهلي طبعا ماشي بنظام من سنوات عديده. تمام. هو ان اللي على دكه الاحتياطي اقوى من اللي جوه الملعب. كويس. تمام. وعنده فرقه بديله للفرقه اللي بتلعب، ما بيتاثرش بالاصابات بتاعته خلال الدور العام. تمام. انت النهارده عشان تكسب دوري لازم يكون عندك المنظومه بتاعه النادي الاهلي، لازم يكون عندك التكتيك بتاع النادي الاهلي. تمام. ان انا ما اقحمش الكام لاعب اللي عندي، ال 15 لاعب اللي عندي اللي هم خلال كل الموسم طول الموسم ده شغالين، هم اللي شغال بيهم. لا، النادي الاهلي بتلاقيه مغير لعيبه وبيودي لعيبه ويجيب ناشئين ويبدل مراكز. انت النهارده بتجيب النادي الزمالك مثلا بيجيب اللعيبه ال 14 او ال 15 لاعب هم دول طول الموسم بيلعبوا. تمام. مع ان النادي الزمالك معلش في السنتين اللي فاتوا ثلاث سنين جايب لعيبه جامده قوي ولاعيبه سوبر، ايه المشكله عند اللعيبه؟ بحس يا استاذ المستشار ان الزمالك مهما يجيب لعيبه اسماء كبيره او هي حتى رموز في كره القدم او حتى محترفين، ما هو انت عايز تحسسني ان نادي الزمالك ما خدش بطولات الفتره اللي فاتت؟ لا طبعا. ايوه خد بطولات. ولكن انت اعتمادك برضه لعيبه، اصل انا ما بقولش ايه ال 15 لعيبه اللي موجودين، ما هو ال 15 لعيبه دول خبرات ولاعيبه بتجيب بطولات فما تاثرش. واعتقد ان النادي الاهلي والزمالك لو لعب فيه ناشئين بيادوا يا ساده المستشار. بص يا كابتن حاتم، انا قلتها مليون مره قبل كده، انت عايز تصلح نادي الزمالك في الفتره الحاليه دي لازم تجيب حسام حسن مدرب لنادي الزمالك. الله عليك. تمام. بس هل تعتقد ان حسام حسن ممكن يدي بنفس الروح لو جه النادي الاهلي؟ لو جه النادي الاهلي؟ لا، حسام حسن يدي في اي مكان. انا اي مكان نفس الروح ونفس الفن ونفس التكتيك وتحفيز اللاعبين داخل الملعب. انت النهارده باتشيكو ده ولا يسوى ثلاثة تعريفه يا كابتن حاتم، وضاع بطولات عديده من نادي الزمالك وبيتفلسف في التشكيل وبيعمل حاجات غريبه ولا يصلح نهائيا لنادي الزمالك. انا ما اعرفش الصفقه جت ازاي او اتعملت ازاي، الله اعلم. هو باتشيكو لما ياخد بطوله يبقى اعظم لاعب، اعظم مدرب. انا مش بتكلم، انا بص يا كابتن حاتم، هو الفرق ما بيننا وبين النادي الاهلي ايه النهارده كجماهير، ما بيننا او كلاعبين الزمالك. انا بتكلم كزملكاوي. انت النهارده بتقيس اللعب بتاعك والاداء بتاعك
بالبطولات اللي بتاخدها. تمام. انا كزملكاوي لا، انا النهارده ببص النادي الزمالك بالتكتيك والفن والمدرسه الكوره داخل ارضيه الملعب. انا بقيس نادي الزمالك على كده. انا ما عنديش النهارده باتشيكو ده لو خد 100 بطوله انا مش مقتنع بادائه ولا اداء اللاعبين في الملعب. تمام. انا ما بيهمنيش البطولات يا كابتن حاتم قد ما يهمني الاداء وان انا اكون بتمتع بكره قدم داخل الملعب يا كابتن حاتم. بس طيب التاريخ بيفتكر الاداء ولا يفتكر البطولات؟ التاريخ النهارده، التاريخ النهارده هيفتكر البطولات مش هيفتكر اداء. تمام. يبقى صح. لكن النهارده انا انا بوجه بكلمك عن جماهير النادي الزمالك يا كابتن حاتم. تمام. وثق تماما ان انا كزملكاوي انا حاسس بالنادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك وبما يدور داخل نادي الزمالك. نادي الزمالك النهارده يعني ما اقدرش اقول لك في حاله لا يرسل يعني وضع صعب، وضع صعب جدا. وكويس قوي ان اللعيبه بتادي الاداء ده داخل الملعب في بطوله الدوري. طب شايف استقطابهم من المدربين والاسماء اللي موجوده دلوقتي داخل نادي الزمالك كابتن اشرف قاسم والاسماء اللي موجوده دلوقتي، شايف ان دي مناسبه للوضع الحالي ولا كنا ممكن مثلا نتجه اتجاه تاني كابتن حازم امام؟ الاسماء اللي الجمهور اصلا حاببها تكون متواجده جوه النادي، ليه سياده المستشار معظم ولاد النادي بره النادي خالص واسمائهم ما بتذكرش؟ يمكن حتى بنشوف في قناه الزمالك ناس معينين هم اللي بيحضروا. يمكن انت حتى اكيد لك تعليق على طريقتهم في في في, في ظهورهم الاعلامي او كلامهم بالشكل الاعلامي لاظهار النادي بصوره كويسه، مع ان نادي الزمالك بيمتلك قناه كبيره واستوديو تحليل كبير ايه ده يعني مع الصرح الكبير اللي بيحصل ده مش شايف نتيجه ايجابيه بصراحه. لا ما عندناش نتيجه ايجابيه في حتى في قناه نادي الزمالك. انت النهارده جايب عامل قناه كل شويه جايب رئيس النادي لمده ساعه او نص ساعه بيتكلم في ايه انا مش فاهم، بنعمل ايه انا مش فاهم، الاعلاميين الموجودين حتى يعني بدائيات كره قدم انا ما اعرفش هم كلاعيبه ناجحين جدا وفوق دماغي من فوق، لكن كاعلام وكمتحدثين وكلغه كابتن حاتم مفيش. طيب عندنا بقى حاجه بتكلم. بس مخرجنا الجميل يعرض لنا في صوره خاصه بمجموعه حلوان، في حاجه حصلت جديده في الدوري الدرجه الرابعه والدرجه الثالثه. عندنا في الدوري درجة الرابعة موجود دلوقتي مجموعة الخاصة بالقاهرة اللي هي فيها حلوان أول مرة تحصل. يا ريت مخرجنا يعرض لنا بس على الشاشة الجدول بتاعهم بتاع حلوان، جايب كل أندية حلوان في مجموعة واحدة. يعني عرب راشد، عرب ونيم، أسمنت حلوان، مركز شباب غرب، حلوان العام، كل الأندية موجودة بعد المستشار في مكان واحد. احنا قلنا إيه منظومة كرة القدم في مصر يا كابتن حاتم منظومة فاشلة. ايه الفكرة ان هو يحط كل الناس دي كلها في مجموعة واحدة؟ يا كابتن ده المفروض ان انا على كل مجموعة احط فريق من حلوان او من القاهرة. ده حاططهم كلهم في مجموعة واحدة. يا كابتن واحدة. حاتم ما ينفعش ابدا ان هي احط مجموعة كاملة كلها في مجموعة واحدة. يعني انا عندي كده فرقة واحدة هتصعد. بالظبط انا عايز افهم. انا انت فاهمني يا كابتن حاتم؟ هو عامل ده اصبح ده حاطه مش بس في حلوان، ده حاطه في كل المناطق، حاطط كل الاندية اللي موجودة في المنطقة في جدول واحد. عامل توزيع جغرافي. طب توزيع مش عارفها ازاي انا مش فاهمها يعني. هل هنا اصل انا ممكن برضو اقول ايه، هل هو هنا بيعملها نتيجه جائحه كورونا والناس مش لاقيه مواصلات فبوفر على الانديه ان هي تروح مواصلات فاللعيبه تروح ماشي للانديه، ولا انا مش فاهم ايه الفكره؟ عايز اعرفها ايه الفكره انك تجمع العشر انديه اللي موجودين في حلوان في مجموعه واحده، في مجموعه واحده، وفي الاخر هتطلع منهم نادي واحد علشان يخش المسابقه ازاي؟ ما انا بقول لحضرتك هي المنظومه كلها بتدار بطريقه خاطئه. النهارده انا 10 فرق احطهم من حلوان في مجموعه واحده، طب ازاي يا كابتن حاتم؟ انا عايز اعقلها ازاي تمشي؟ ولا عمرنا شفناها على مدار التاريخ. انا اتفاجئت بيها، انا اتفاجئت بيها ولا على مدار التاريخ شفناها. انت النهارده كنت بتحط مثلا فريق من حلوان مع فريق من الجيزه مع فريق من المعصره من اي مكان بالظبط، يكون بايد مجموعه ومجموعه، انما انت النهارده حطيت كل الفرق دي في مجموعه واحده. يعني انت عايز تعمل حتى مشاكل واحتقان بين الجماهير وحكام كمان، الحكام اللي موجوده انت عايز تخلق مشاكل. طيب عندنا برضو محمد مصلحي مراسل برنامج صوت النجوم من الشرقيه بالبيس تحديدا، اهلا وسهلا بيك يا محمد. اهلا يا كابتن حاتم، ازي حضرتك؟ بمشي على حضرتك وعبد الضيف اللي معاك. اهلا وسهلا بيك يا محمد.
محمد كلمني الشرقيه وبالبيس، وعشان طبعا احنا طبعا عملنا طفره جديده في برنامج صوت النجوم، هيكون معانا مراسلنا طبعا كل حلقه بيغزلنا البرنامج باخر الاخبار، المباريات اللي هتقام بكره ان شاء الله، النتائج السابقه، رؤيتك كمان في سريعا بس كده يا محمد في الاحداث ان شاء الله باذن الله القادمه. والله واقيم حتى الان المجموعه العشره، اقيم منها اسبوعين، الاسبوع الثالث هيتلعب بكره ان شاء الله. تمام. طبعا بيتصدر المجموعه بعد اسبوعين نادي الشرقيه 6 نقط وشباب تالا 6 نقاط، ويجي مركز ثالث نادي بلبيس برصيد 4 نقط. يمكن عندنا بكره مباريات، 7 مباريات، اهمهم طبعا مباراه القمه زي ما بنقول، شباب تالا وبلبيس على ملعب مركز شباب تالا، والشرقيه وعرب الرمل للتصدر الشرقيه المجموعه. طبعا نتائج الاسبوع الثاني كانت الاسبوع اللي فات يوم السبت السابق، كان الشرقيه فازت على ابو كبير 1-0. سريعا يا محمد سريعا عشان وقتنا. على ملعب ابو كبير بلبيس وميت خلقان تعادلوا 0-0. منوف فازت على شباب تالا، فاز على منوف 2-1. يمكن دي كانت ابرز النتائج. تمام. في الاسبوع الثاني. تمام يا محمد، عايزينك تتابع بقى بكره ضروري، وان شاء الله يبقى عندنا تقارير اهم الاسبوع اللي جاي، وعايز سرعه بقى ان شاء الله باذن الله في الاداء يا محمد. ان شاء الله يا كابتن حاتم. ان شاء الله. وعندنا برضو ان شاء الله قرعه القسم الرابع لمحافظه الشرقيه. تمام. يوم الاحد والاثنين باذن الله. تمام. طيب انا طبعا بشكرك يا محمد، وسلامي طبعا الحاجة حموده، فوزه في انتخابات بلبيس، وان شاء الله باذن الله تبقى فايده كبيره لنادي بلبيس. شكرا جزيلا. معالي المستشار، احنا معانا دقيقه، فاخر كلمه لحضرتك على الهواء تقولها لنا النهارده. طبعا مش اخر كلمه، انت بعد كده ان شاء الله باذن الله معانا، يعني ما اقصدش اخر كلمه لحضرتك، اقصد يعني كلمه نختم بيها. انا طبعا اهني الشعب المصري والامه الاسلاميه والامه المسيحيه. تمام. بعد الكريسماس وراس السنه الميلاديه، كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله عقبال اعوام كثيره ان شاء الله افضل واحسن في القادم ان شاء الله. ان شاء الله طبعا سعدت بيك وموجود معانا، ودايما موجود معانا معالي المستشار. شكرا جزيلا لحضورك النهارده معانا. شكرا كابتن حاتم. طبعا بشكر كل فريق اعدادي المحترم سهى بكر رئيس تحرير، مي السيد البدوي مدير الاعداد، بشكرك شكرا جزيلا محمد حاتم، طبعا مخرجنا الجميل، انا بشكرك شكرا جزيلا على تواصلك الدائم معانا في البرنامج في الحلقه، شكرا جزيلا ليك سيد نجيب ونجاح عمور، بشكركم شكرا جزيلا، كل فريق الاعداد المحترم وكل الناس اللي موجودين داخل وبسطاوي، بشكرك طبعا شكرا جزيلا بسطاوي، محمد كده طبعا مخرجنا الجميل، بشكرك شكرا جزيلا على ادائك المحترم، كل فريق العمل المحترم صاد النجوم دايما معاكم، وان شاء الله باذن الله القادم احسن في 2021 بيكم كلنا. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.